السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفة جديدة من قناة ماريا كويزين. إيرو الغريبية تجي هايلة، هاد الغريبية في الفم وتجي مرملة مع سر اللي يخليها تتشقق ويجي الشكل تاعها شباب بزاف. نبداو بسم الله. عندنا 3 كيلات فارينة. أنا اللي احنا الكيلة كيلت بالكاس، الكاس اللي يرفد 240 مليلتر. عندي نص كاس مارغارين، عندي كاس كاوكاو مطحون لازم يكون رطب كما راكو تشوفوا، وعندنا لهنا بالنسبة للسكر عندي سكر عادي رحيته حتى ولا رطب. هاولي كيفاش يجي بعد ما ترحوه. وعندنا نصف ساشي خميرة تاع الحلويات وزن 10 غرام، معناتها لهنا درت 5 غرام، وعندي لهنا قرصة تاع الملح. لهنا نديرو 3 كيلات تاعنا تاع لافارين ولا 3 كيسان، نضيف عليهم السكر. بالنسبة للسكر اللي ما عندهاش باش تطحن السكر تقدروا ديروا سكري غلاس، مي يجي رطبة بزاف. ونعرفوا باللي الغريبية الأصلية تجيب سكر حبيبات، وشنو تجينا شوية يابسة. أنا واش درت، رحيت السكر تاعي، معنتها ما خليته حرج، ما درتو رطب بزاف، درتو نص نص. نجو لهنا نخلطو كامل النواشف ونبداو نضيفو في الزبدة تاعنا ولا لا مارغارين غير بشوية، ونبسو المكونات تاعنا كما راكو تشوفو. نقعدو هكذا نبسو فيهم، هكذا منها هذاك السكر يزيد يدوب. لهنا بعد ما كملنا هذيك لا مارغارين تاعنا، نجو لهنا نعمرو كاس زيت، الكاس نفسه اللي كيلت به من قبل تاع 240 مليلتر، نبداو نضيفو بشويه ونعجنو هكذا كيما راكو تشوفو. نقعدو نضيفو الزيت بشويه ونعجنو، منها حنايا رانا ندوبو في هذاك السكر حتى تتماسك معاكم العجين. انا لهنا خدات لي كاس غير ربع، واش معناتها؟ معناتها نص كاس زبده وكاس غير ربع زيت. شوفوا شحال قعد لي من الكاس، قعد لي ربع كاس زيت. لهنا ماشي يبان مليح، مي قعد لي ربع كاس. والعجينه تاعنا شوفوا كيفاش تجي، ما تجي ناشفه بزاف، ما تجي جاريه. كي ديروها في يدكم تقدروا تشكلوها هكذا باش ما تهبط لكمش في الفوق. لهنا هذه هي سنيوه اللي حنشكل فيها الغريبيه تاعي، درت لها بابي كويسون، تقدروا نتوما ديروا شويه زيت ترشوها بشويه فارينه على حسب سنيوه تاعكم. لهنا ندير الغريبيه تاعي على شكل هرم، وكاي اللي يحبها مدوره كما حبيتو نتوما. بالنسبه لسر نجاح الغريبيه هو طياب ديالها. واش ديروا كي تكونوا تشكلوا في الغريبيه تاعكم، تشعلوا الفوق من التحت، تخلوه يسخن مليح، اون فوا يسخن طفوا عليه من التحت وتشعلوا من الفوق ودخلوا الغريبيه ديالكم. الغريبيه تطيب من الفوق قبل ما تطيب من التحت، على هذاك اللي تجي مشقه كامل. كي تشوفوها بلي تشقت ودات اللون الاصفر طفيو عليها من الفوق وتشعلوا لها من التحت، غير تصفر تنحيوها. وهذه هي الغريبيه تاعنا بعد ما خرجناها من الفوق، شوفوا كيفاش تجي، تجي مشقه، يجي المذاق تاعها رائع، سختو هذاك الكاوكاو اللي ضفناه لها يمد لها قو بزاف بنين، وتجي تدوب في الفم.
ولا هنا اللي ما تحبش القرفه تاعها تحمر شويه زياده ما ديرهاش مع الاول، كي طيب الغريبيه ديرها. ولا هنا نجي نوريكم الغريبيه تاعي كيفاش جات. جات هايله طريه تدوب في الفم. وفي الاخير اذا عجبتكم الوصفه ما عليكم غير ديروا لي جيم كومونتير تبارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم وحبابكم وتشتركوا في القناه حتى يصلكم كل جديد.